والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى الترمذي رحمه الله في السنن وقال حديث حسن صحيح عن أبي ذر ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. وأول ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصى بتقوى الله، فقال اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان وفي أي زمان اتق الله. والتقوى دي أخواننا أصلها زي ما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنك تجعل وقاية بينك وبين عقاب الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. ده التعريف الجامع لهذه الكلمة العظيمة التقوى. أعيد: إنك تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. إذا حققت هذا الأمر فأبشر بالخير، لأن ربنا قال إن للمتقين مفازا، وربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وربنا قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أبشر بالخير. وأعظم يا أخوانا ما يتقى، وأعظم ما يتقيه العبد إنه يتقي الشرك. يتقي شنو؟ الشرك بالله. عشان كده الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، قال: ننجي الذين اتقوا الشرك. ده كلام البغوي رحمه الله. ثم ننجي الذين اتقوا شنو؟ الشرك، ننجيهم من النار، ونذر الظالمين يعني المشركين فيها جثية، أي في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى المتقين اللي اتقوا الشرك ديل الله بينجيهم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر رسوله إلياس عليه السلام قال: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ إنتم ما بتتقوا الله؟ بماذا فسر التقوى عليه السلام إلياس؟ قال لهم: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يبقى فسر كلمة التقوى بأنه اتقاء الشرك، ده التقوى الحقيقي، إنك تتقي الشرك. قال لهم: كيف تدعو بعل وتخلوا الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى؟ أتدعون بعلا، وده منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد. أنت لازم توري الناس وتحذرهم من آلهتنا اللي بيعبدوها، آلهتنا الباطلة. ما تبقى زي جماعة البلف يدوروا في الدعوة، إما رهبة من الناس أو رغبة فيما عند الناس. واحد بلف يدور بطريقة غريبة خلاص، والله يجي يقول للناس، قال أحدهم طبعا ما بقول البرعي، يقول لك أحدهم دي شنو؟ ها؟ قال: إنا بخطب في البلاد نزيره،
قل يا ولي الله فلان، بالله فلان. البرع يقول إسماعيل، أنت تقول فلان؟ دي ما لولا واسي، ما خوف ما جبن. أي دول بخاف على الله ما يظهر لنا في الساحات ويضل الخلق الله. يا خبات في بيتكم هناك عصر لأمك كرعينة بتلقى أجر. طب مش خايف؟ خايف الصوفية ذي يعضوك ولا ينفخوك؟ نعم، أقعد في البيت عصر كرعين أمك وأمي تجيب الفطور لأبوك، لكن ما تجي تعمل لنا فيها داعية وإنت زول جبان. الدعوة دي ما بتخاف، ما بتعرف الخوف. إني لا يخاف لدي المرسلون، الله قال كده، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ديل الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بيخافوا، بيواجهوا الأعداء مواجهة عديل. إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال وما كما قال موسى عليه السلام وإني لأظنك، أظنك خطاب مباشر لأعتى طاغوت في الزمن ذاك. قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا. انت قال موسى عليه السلام لما جاء جبه جنود، جاء سايق له جنود، ما جنود معاه هارون اثنين بس عليهما السلام، واجهه طاغية مالك معظم الأرض مالكة وعنده الجنود جواجهه. دي كده أخواننا دعوة الحق كويس. عشان كده الياس عليه السلام قال لهم أتدعون بعلا؟ انت هسي استخدم نفسي هذا الأسلوب، قل للناس أتدعون البرع وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون المكاشفي وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون الصائم ديما وتذرون أحسن الخالقين. تدعون كيف تدعو ديل عندهم شنوهم؟ أليس الله بكاف عبده؟ ده سؤال أنا بوجهه لأي صوفي. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة عبادة، عبادة. الله مكفي العباد ولا ما مكفيهم يا صوفي؟ تقدر تجاوب؟ لو في صوفي سامع الكلام ده خليه يجاوب. الله مكفيك ولا لا؟ إذا قلت ما مكفيني تكفر، لأنه كفرت بالقرآن، لأنه الآية دي الجواب عليها بلى. لو أنت بتفهم لغة عربية يا صوفي، أليس الله بكاف عبده؟ الجواب شنو؟ بلى كاف عبده وكاف عبادة. إذا قلت الله ما مكفينا، أنت كافر بالله وكافر بالقرآن. إذا قلت الله مكفينا، طيب شن حشر الشيخ؟ الحشر الشيخ في الموضوع زي ما بنقول في السودان، صاحب الحق راضي إن دخل القاضي، مش كده؟ طالما الله مكفيك، جعل لك لسانا وشفتين وأداك كرعين اثنين وأحسن تصويرك وخلقك في أحسن صورة وبيأكلك وبشربك ونفس طالع وخاشي وبتنوم وبتصحى تخش الحمام ييسر لك قضاء حاجتك، كل ده الله بيديك له. بس الحشر الشيخ شنو؟ أنا دار جواب على هذا السؤال. الشيخ الحشر هنا في الحتة دي شنو؟ ليه تخلوا الله وتمش تلجوا لهؤلاء المشايخ الضعاف الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ما عندهم أي حاجة يا أخي. لحد امتين نحن نحاول نفهم في الناس ذل؟ لا يكادون يفقهون حديثا، قدر ما تنضم ما بيفهم. المشكلة في الفهم، لأن الواحد الشيخ بيكون طبل لراسه رج بالطبلة شال المفتاح. يعني عشان تفهم الصوفي هنا في الحاج يوسف، أول حاجة يركب لك أمجاد أمي يجيب المفتاح وتعال. أول حاجة المفتاح ما عنده، أمش هناك للشيخ قول لها في درويش هناك في الحاج يوسف بالله دينا مفتاحه لو سمحت، مفتاح مرغم، جيب المفتاح تعال افتح لنا راسه. بعد ذاك هو يا داب يبتدي انه يستوعب يا داب، لكن طالما مقبول صدقني ما بيفهم. وكلامنا نصه ما بخش له في راسه نهائي، لا بيجاي لا بيجاي ما بيخش كويس. فالله قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله ما تشرك بالله، ما تعصي الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشاعر قال خلي الذنوب
صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. التقوى خلي كل الذنوب. واعمل كماجن فوق أرض الشوك يهذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب كلها، اتق الله حيثما كنت في أي مكان. الشيخ ابن عثيمين قال اتق الله حتى عند قضاء حاجتك، اتق الله بقلبك. في الحمام انت بتقضي حاجتك، نعم اتق الله بقلبك حيثما كنت في أي مكان في أي زمان. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وده بيوريك إنه ما في ذول معصوم من الذنوب يا أخوان، حتى الأولياء والصالحين ما معصومين من الذنوب. ما تصدق كلام الصوفية، ديل بيكذبوا ساي، بيكذبوا ولا عندهم علاقة بالقرآن ولا بالسنة. الصوفية عندهم الشيخ الولي عندهم، وده طبعا ما ولي لله، ده ولي عند الصوفية. عندهم الولي ده ما بيعصي الله أصلا، ما بيعصي. يقول لك مما نشأ قد ما عصى، دي أبيات قالوها في الشيخ، قالوا مما نشأ من قام قد ما عصى، أصو ما عصى، لا عايل لبد بالغلط، ولا قال له كلام بالغلط، ولا خلى له واجب، أصو ما عصى الله. إخوانا هل ده ممكن؟ مما نشأ قد ما عصى، جفل البحر منه اختشى، جد الرسول زوج عائشة. قال البحر بيجفل من الشيخ، ليه؟ خجلان ضياته بحر ده، ورينا له ننجم لك ذات البحر البيجفل من الشيخ ده، ده ما في بحر، البحر يخجل من الشيخ، ونحن ما بنخجل من الشيخ ولا بنجفل منه. بحر كامل فيه سمك وفيه حوت وتمساح، ولا التمساح ما في البحر، سمك وحوت وغيره يجفل من الشيخ؟ معقول يا اخوانا؟ قال جفل البحر منه اختشى. يا زول نحن بنعرف في القرآن انه الولي الصالح ما معصوم. اسمع الايات في سورة آل عمران، ربنا قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، مش لهم الاولياء؟ قال اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بعدها شنو؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذه الأولياء صالحين ممكن يقعوا في الفواحش، ما معصومين. والذين إذا فعلوا فاحشة، لكن إذا وقعوا في ذنوب إما الفواحش أو غيره ممكن يقعوا في الكبائر، ممكن يقعوا في الصغائر، إذا وقعوا لم يصروا على ما فعلوا، وقبل ده ذكروا الله، بيذكروا عظمة الله عز وجل، وبيرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويستغفروا الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم مغفرة من ربي. عشان كده بعض السلف قال الآية دي لما نزلت إبليس بكى، طوالي بكى. ليه بكى؟ لأنه إبليس ما داير رحمة الله تنزل على الناس، هو ما داير، لكن ما بيقدر يمنعه، وما داير الناس يتوبوا ويرجعوا لله عشان الله يغفر له، دي إبليس ما دايرة. إبليس ده شوف ما يفرح وينبسط إلا يخلي ابن آدم ده يموت على الكفر. لاحظ، يموت مش يكفر بس، لو كفر هو لسه ما بيفرح لأنه بيقول احتمال يرجع، إلا يموت يومه اللي يموت على الكفر والشرك إبليس كده خلاص بينبسط طوالي. عشان كده الله قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها والله لا يهدي القوم الظالمين. ده دائر إبليس، عشان كده بكى لما الآية دي نزلت. ودي آية عظيمة كما قال ابن مسعود، أعظم آية للمذنبين قال هذه الآية. وده فيها دعوة يا إخواننا إنه
نحن نتوب لله سبحانه وتعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحن من هنا من الحلقة دي ومن غيرها ندعونا أنفسنا أولا، وندعو كل الناس حتى الصوفية ديل، حتى الصوفية مش قاعد نضرب عليهم بأيدي من حديد وبنجمون، أيوة برضو بندعوهم إلى التوبة، ولو تابوا ورجعوا والله يبقوا إخواننا وأحب لنا من أنفسنا والله العظيم، بس كيف يتوبوا ويرجعوا؟ لكن لو أصروا على هذا الباطل ومشوا على كده فإن عدتم عدنا كما قال الله تعالى، ما بنخليهم. وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. ده منهج نحن ما بنلعب فيه، لكن في نفس الوقت ندعو الناس كلهم إلى التوبة. النبي قال اتبع السيئة الحسنة، السيئة دي جيب وراها حسنة، بتعمل لها شنو؟ تمحها، تشيلها طوالي طوالي بيشيلها، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، سورة هود. الله قال إن الحسنات يذهبن شنو؟ يذهبن السيئات. فدائما انت خلي حسناتك ماشية، لأن الذنوب دي أخواننا نحن ما معصومين منها، خلي الحسنات طوالي ماشية عشان تغسل لك الذنوب وتشيلها. والحمد لله باب الحسنات باب واسع، باب عظيم، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يا أخي تبسمك في وجه أخيك صدقة فيها حسنة، كلام طيب تقوله صدقة، أمر بمعروف نهي عن منكر صدقة. وقس على ذلك الفضائل فاتحة مفتوحة والحمد لله. أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، تحسن إلى الناس بالقول الطيب، تحسن إلى الناس بالفعل الطيب، تكفي الناس شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تصبر على أذى الناس. الناس بيأذوك بالذات إذا كنت في هذا المجال، إذا كنت في هذا المجال مجال الدعوة الحق إلى التوحيد والنهي عن الشرك، الناس ما بخلوك، بيأذوك أذية شديدة، ممكن يفتحوا فيك بلاغات، ممكن ينبذوك، ممكن يدخلوك السجن، ممكن يضربوك، ممكن يعوقوك، ممكن أي حاجة تحصل، لكن تصبر على أذى الناس. وفي النهاية كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الفوائد كثيرة لكن اختصرنا لضيق الزمن، جزاكم الله خير.